عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ايه زيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عيلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة مكالمتنا الحصرية مع ايه احلى، وازاي هي جميلة جدا من جوه ومن برا، وسبب غيابها عن اليوتيوب بجد هتتفاجئوا. كمان هتشوفوا معانا فرحة العيلة في قصر الكبابجي، وحياة بترقص على الملوخية، بجد هتضحكوا قوي. وبيبي أصالة والكياتة كلها مع مستر أحمد وهو بيصحيها من النوم، وفيروز مش عاوزة تسمع الكلام وعاوزة اندومي، يا ترى ايه الحكاية؟ واخيرا شقاوة ولاد العيلة في القاهرة، جنينو سلمى وجلجل اتعودت. فيديو اليوم حلو جدا وكله معلومات تهم كل الفانز، بس كملوا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وشوفوا للنهاية لو بتحبوا عيلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بشقاوة ولاد العيلة في القاهرة. الحقيقة قلنا في الفيديو اللي فات ان عيلة الجمل سافرت القاهرة، وفي يوم راحوا مول مصر وكمان زاروا ايكيا. حرفيا يا جماعة كل الاولاد كانوا مهيبرين جدا وفرحانين، وده طبعا لانهم في مكان جديد وسفريه جديده. واول شقاوه كانت مع بيبي حياه. حياه كانت في عربيه حودة، لانكم زي ما كلكم عارفين ان حياه بتحب حودة جدا وكمان بتركب معاه. وطبعا اتشكلت مع بيبي هند، فحودة راح لجلجل وقال لها ينفع اللي بتعمله حياه ده؟ جلجل قالت له خلاص هاتها تركب معانا. يعني ما نقول لكمش على حياه وصالح وشقاوه فينا، بس ربنا هدينا. وشقاوة كملت مع صالح شقاوة، وهنودة عملت موقف صعب جدا وهما في المول، بس محمود وسلمى اتصرفوا صح جدا عشان خاطر هند رمت نفسها في الارض وكمان عيطت، وما كانش حد زعلها خالص، عشان كده حودة وكمان سلمى سابوها خالص ومحاولوش يدلعوها. بجد تربية صح جدا، ربنا يخليهم ليهم ويخلي لهم اولادهم كلهم. وكمان ما ننساش ان سلمى حامل، ربنا يقومها بالسلامة. وبما اننا بنتكلم عن البيبي اللي جاي من سلمى، حرفيا يا جماعة هي تعبت جدا من شقاوة الولاد، بس جلجل قالت انا متعودة لانهم بيعملوا نفس الشقاوة دي في الفيلا معاها، بس لان سلمى حامل مش قادرة تستحملهم. المهم ان اليوم خلص على خير باحلى خروجة، وهي قصر الكبابجي. اولا العيلة كانت قاعدة في قاعة كبار الزوار او الفي اي بي، اه يا جماعة الاسطورة اصلا اسمه كده، وبدأوا بالملوخية وعملوا لها رأسة كمان، وكل العيلة حرفيا كانت فرحانة قوي، واولهم بيبي حياة وقعدت ترقص مع الملوخية. وجلجل طبعا الملوخية كانت بترقص في قلبها. وبما اننا بنتكلم عن جلجل، فتعالى نشوف قالت ايه على قصر الكبابجي. ماشية في امان الله هموت واهدر زفة الفرح. اسكت، لا قلت والله لا اطلع على قصر الكبابجي دلوقتي حالا. دخلت قصر الكبابجي ويا نهار ابيض على الفخامة دي، ايه القصر الجامد ده؟ دخلوني غرفة 102، ويا ريتهم ما دخلوني الغرفة دي. اول ما دخلت قعدت على كرسي الملك، وعينكم ما تشوف الا النور. قلت لهم انزلوا لي بالمنيو كله، والله ما انا طالعه من الغرفه دي. وهوبا لقيتهم نازلين بالسلطات قش مسقعه وطحينه ومحاشي. قلت لهم لا انا عاوزه زفه الملوخيه، وهم ما توصوش، رقصوني وشيصوني وخلوني اكل الاكل كله بنفسي، وضربت كوبايه الشاي بالنعناع الغلبانه دي، وشكرا يا قصر الكبابجي. بجد احلى جلجل في الدنيا. حودة كمان قال انه حس انه رجع صغير من الزفه دي. ربنا يسعدهم ويسعدكم انتوا كمان يا اجمل فانز في الدنيا. قولولنا مين من القاهرة وراح قصر الكبابجي، يقول لنا دلوقتي في الكومنتات. ويا ترى قابلتوا العيلة ولا لسه؟ ودلوقتي تعالوا نروح للأميرة فيروز، وازاي الأكل بتاع قصر الكبابجي مش عاجبها وهي عاوزة اندومي. والحقيقة الأسطورة محمود الجمل صور فيديو عن فيروز وهي بتروح قصر الكبابجي، بس الأكل مش عاجبها خالص. روزة غبت جدا على الأكل عشان كده عاوزة تاكل اندومي، وجلجل حاولت تقنعها وكمان مستر احمد، بس هي ابدا انا عاوزه اكل اندومي دلوقتي حالا. المهم انهم روحوا بالاكل تاني، واحمد راح جاب لفيروز كل الاطعمه اللي بتحبها من الاندومي، بس في الاخير فيروز عرفت انها غلطانه وان الاندومي مش اكل صحي خالص. هي مش عارفه ان الاكله دي ممكن توجع بطنها. وطبعا اللي عملته فيروز تصرف صحي جدا، انها كمان سمعت كلام باباها في الاخير. انتوا كمان يا اجمل فانز شاركونا برايكم في التعليقات، بتاكلوا اندومي ولا لا؟ وكمان بتحبوها فعلا؟ ويا ترى اهلكوا بيقولوا لكم كلوها ولا ممنوعه من البيت؟ قولوا لنا دلوقتي في الكومنتات. ودلوقتي واخيرا هنروح لمكالمتنا الحصريه مع ايه احلى، وايه يا جماعه الجمال ده كله. والحقيقه احنا مؤخرا اتوصلنا بايه احلى، واعتذرنا لها عن الردود السلبيه بتاعه الفانز واننا اتكلمنا عنها. وحرفيا يا جماعة هي طلعت جميلة جدا وذوق قوي، وكمان كلامها كان حلو قوي. هي شخصية اي احلى على اليوتيوب هي اللي كلمتنا، هي مش متصنعة خالص، وحقيقي ما تستاهلش غير كل كلمة حلوة من كل الفانز، لانها عفوية قوي ومش متكبرة.
ممكن يكون الناس بيفهموها غلط من طريقتها في الكلام، لكن والله يا جماعة لو شفتوها على الحقيقة واتكلمتوا معاها مش هتلاقوا كده خالص. والله احنا بنقول لكم الحقيقة، وبداية من الحاج صلاح الجمل وكل العيلة، هم متواضعين جدا. هي كمان كانت زعلانة جدا من التعليقات السلبية والناس اللي بيشتموها من غير اي سبب، وهي عملت ايه لده كله؟ ياريت يا جماعة محدش يكسر حد بكلمة او يزعله باي حاجة، عشان ده عند ربنا كبير قوي. ملحوظة مهمة، اي قناة تطلع وتتكلم انها تعرفنا او تبعنا، ده يا جماعة مش حقيقي والقناة دي كذابة. وكمان بيقولوا معلومات غير صحيحة عن عيلة الجمل. المهم احنا كلنا حابين نقول كلمة لأي احلى، اننا مش هننساكي ابدا، ومستنيين رجوعك تاني للفلوجات والافلام. انتي امنية القوة ان شاء الله. اي يا جماعة ان شاء الله هترجع تصور قريب جدا. فينجيش فانز برنس المصري يقول كلمة دلوقتي لأي احلى ويقول لها احنا فاكرينك ومش هننساكي ابدا. وده لان في ناس بيقولوا انهم نسي امنية وآية، يا جماعة دول ما يتنسوش لانهم جزء كبير من العيلة. في الاخير احنا بنحبكم جدا وكل عيلة الجمل، ونفسنا توصلونا بقى للمليون في اقرب وقت ممكن. ده يا اجمل عيلة في الدنيا كلها. لكل اللي مش مشترك في عيلة فانز برنس مصري يشترك دلوقتي بسرعة جدا، ويكون واحد من عيلتنا التانية اللي هتكبر بيكو ان شاء الله. ودلوقتي واخيرا تعالوا نروح لبيبي اصالة ومستر احمد وهو بيحاول يصحيها. بجد قمة في الكياتة. اصالة اصالة اصالتي ايه بتعمل كده ليه؟ اسعي بقى يا اصالة. عايز انام والله، عايز انام، عايز انام تعبان جد. احلى اصالة في الدنيا، احنا بنحب اصالة جدا، مين بيحبها زينا يقول لنا في الكومنتات. وبس كده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش سؤالي الفانز الفيديو اليوم هو، قولوا لنا تتوقعوا مستر احمد يعمل عيد ميلاد ليه ولا لا، خاصة انه خلاص عيد ميلاده قرب جدا. نحب نقول له كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة. عاوزين الفانز دلوقتي يتوقعوا معانا. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.